شوت شوت يا حنطة ويشوت الحنطة حنطة وبس ولعبك كله مظبوط. سلام يلا معك. طب ايه جاي؟ صباح الخير دكتور فريد. اني صباح واني خير. شو جايبك هلا؟ انا اسف جدا جدا اني فيقتك من نومك، بس صارت معي كارثه، شغله ما بتصور العقل. اعوذ بالله. راعبني احكي لي شو صار؟ عمي ربيع ابو سناء اتصل فيني اليوم الصبح وفيقني من نومي، طلب مني اني انزل لعنده على المعمل. نزلت لعنده، حزين شو طلب مني؟ خير شو طلب؟ طلب مني اني كذب واقول انه كان نايم عندي ليله امبارح، شو رايك؟ ايه وحضرتك شو قلت له؟ قلت له لا، انا اسف جدا، انا ما بكذب يا دكتور فريد. غلط غلط غلط، هذا مو كذب، هي كذبه بيضاء. كيف كذبة بيضة يعني؟ ما بصير كذب، كله كذب. تفضل، فضحتنا قدام جيران، تفضل لأشرح لك شو الكذبة البيضة وشو الكذبة السوداء. يا حبيبي، عمك رجال أدمي وبيحبك وعم يخدمك وطلب منك هالطلب، عوض ما تقول له ما بقدر، ما بقدر أكذب. لازم تقول له عمي غالي والطلب رخيص. دكتور هذا رأيك يعني لازم كان قل له أوكي؟ لا في يعني ولا ما يعني، تقول له تليفون، ها تعطيني رقمه. طيب رقمه؟ قديش؟ هاي رقمه. بس يعني لا يعد كذب هذا؟ أخي كذبة بيضة هي لا بتأذي ولا بتضر. خذ احكي. ألو؟ أهلين طنط أم سناء. أنا عدنان. أهلين عدنان، منين عم تحكي؟ عم بحكي من عند الدكتور فريد رفيقي. إيه، لا كنت بدي أحكي مع أمي ربيع. مو مشكلة، أنا وربيع واحد. شرف لعنا بنحكي بالتفاصيل. بس إذا ممكن تقولي له إنه أنا موافق على طلبه. إيه، إيه إيه إن شاء الله. طا
طيب اوكي، مع السلامة. مع السلامة. قديش الساعة معك؟ الساعة ساعتي واقفة لأنه قايمة البطارية من مشكلة امبارح، منيح اللي تذكرتها اللي لازم أحطها، ما معك ساعة؟ ما معي ساعة، شوفها بالنبه. ماشي، فوت نشرب قهوة جوا. أخ، وين راح من عند عمي بكرة الصبح؟ شو هالإجا بهالبيت؟ بتطقق الروح، بتنسبس الفؤاد. شبك عمي، شبك منرفزة ومعصبة من عند الصبح. ولك في حدا عم ينرفزني ويعصبني بهالبيت وبهالأيام غير عدنان؟ يا شبو عدنان؟ تخيلي، ما لقيته بغرفته. كيف؟ ايه؟ مغير ثيابه وحامل حاله دوز صغري وماشي مع انه جوش الصبح. شو في اختي؟ هل عني انت الثاني؟ اسمعيني. انا لازم احط حد لكل التصرفات. الصبح وانا محضر الخطط، شو عم يحكي على التليفون؟ عم غير ثيابه وراح. ايه ما قال لك وين راح؟ رايح مشوار ما بيتاخر. شو رايك تشربي كاسة زبورات؟ لشو زبورات عند الصبح؟ لغسيل المخ وتنشيط خلاياك. عمتي؟ شو؟ ولك انكتب انت بدها تقطع. شو صار بالخلطة السحرية اللي وعدتني فيها؟ عم حضر لك اياها، بس ناقصها نبتة اسمها الحية العاشقة، دورت عليها بكل السوق وما عم لاقيها. وين بدك تلاقيها وايمتى؟ خلص مجرد ما لقيتها بجيب لك اياها. شو رايك تشربي كاسة زبورات هلا؟ ماشي. قلك؟ بشربها بعد ما ارجع. مو اضرب من تنوره خان غير عبير خان. نبيل. حاضر اختي. لك اشي العالم هي، ما عاد حدا لحدا، الناس ما عاد فيها خير. طول بالك رديا بيك، ما في شيء بيستاهل بدنك من شانه. لك شلون ما هز بدني؟ صهري اللي بدي جوزه بنتي بطلب منه طلب صغير بيرفض، قال شو؟ ما بيعرف يكذب. وشو هالطلب ليكون فوطاته؟ لا، كله كلمتين. قلت له يقول اني كنت نايم عنده بالبيت. شو خطيب بنتك جاي من المريخ؟ شو يعني يكذب؟ ما كل العالم هالايام عم تكذب. ولا يهمك ربي بيك، انا مستعد كرمالك اكذب وقول انك كنت نايم عندنا بالبيت. شو هالحكي هذا؟ عندك يمكن عليك انت. الو نعم. ام سناء؟ ايه انا ام سناء. يعني ما عرفت؟ طول عمرك اناني وبتدور على مصالحك الشخصية. خير؟ يعني ما عرفت شو فيه؟ يا سيدي من شوي حكى معي عدنان وفهمت منه كل شيء. هيك يا ربيع بيك يا محترم، امبارح بطلب منك نروح نسهر سوا عن بيت عدنان لنقنعه يوافق على موعد العرس. قمت حردت وعملت حالك زعلان مثل الولاد الصغار. ورحت نفست يلي براسك وصرت لحالك عنده واقنعته مشان ضل محمله جميله طول عمرك. لك انا لولاي ما وافق عدنان يحدد موعد العرس. مين قال لي؟ عدنان هلا اتصل وقال انه موافق على طلبك. وهلا جاي لعنا مشان نحكي بالتفاصيل. مفهوم؟ طيب طيب طيب، الله معك هلا. تنزل روح على مكتبك. ربيع بيك؟ اهلين وسهلين. اهلين، عدنان بيك طلع من شوية. ايه هو حاول يتصل مع المدام، انفصل الخط. اتصل اكتر من مرة يطلع الخط مشغول. ما بعرف، راح مشوار ضروري. ما بعرف بيرجع يا بيتأخر يا بيجي بكير، ما بعرف. على راسي لحقله اتصل فيك ربيع بيك. الله معكم ربيع بيك. ربيع بيك ما بدك شي خلطة هيك لوجع الناس؟ أحلى خلطة زبطت معي. شكرا ربيع بيك. لعنة بالبلد، يا الله وين بتروح؟ سناء بي وين السشوار؟ لك إني مهلا عند المغسلة. ما لقيته؟ بركي بغرفة نومي. لك استعجل لبيجي خطيبك. يلا رح تجننيني على هالفصول. اهلين عدنان بيك. الله يسلم هاليدين يا دكتور فريد. يا سيدي عملت لك فنجان قهوة، علي الحلال نص نسوان البلد ما بيعرف يساوي مثلك. على فكرة عدنان،
الدكتور قال لي انه ما في مشكله منوب. صحيح، يعني انا بقدر اتخلى عن النظارات نهائيا؟ طبعا، رح يركب لك عدسات لاصقه ما بتبين منوب. يا سلام يا سلام يا فريد، يا ريت. بالمناسبه فريد، بالنسبه لموعد السفر امتى؟ قريب كثير، بس المهم انت تكون مستعد. انا مستعد، انا كل ما عم يمر يوم عم يزيد اصراري على هذا الموضوع. فريد، انا بدي سافر منشان ارجع لاعب مشهور من دون نظارات. يا حبيبي يا حبيبي، مو على اساس خلصنا رياضه؟ لك يا نجوى، يا حبيبتي يا حبيبتي، ليش ما عم تفهمي علي؟ انا منشان شو صرت غني، مو منشان المصاري. بلا. طيب اذا اجاني مين يدفع لي من ورا شغله بحبها، ما بيكون احسن؟ بس هاي الشغله مو دايمه، بكره بتخلص البطوله بطل حدا يدفع لها، بعدين شغله الاغاني ماشيه طول الايام. ومين قال لك اني رح بطل غني؟ يا ستي انا عامل برنامج لحالي، رح اغني بالليل واتمرن بالنهار. بركي اجاك شي سفره. اذا اجاني شي سفره باخذ اجازه، وما بتعرفي بجوز اعمل لي شي هيك حفله للمغتربين بالصين. صبي شاي صبي. حاضر. وعلى اساس بطل شغله الاغاني؟ بلا. لكن ليش رايح تكتب؟ يا حبيبتي انا الكتاب بدمي، الشعر بشراييني، فهمي هالشي. بدخيلك ودخيل الشعر، هي الشغله ما بتطعمي خبز. ما معقول، ما معقول شو بتاكلي وبتكري مثل القطه، لك مالك اليوم بجيب لك قطعه خبز بايدي؟ ليش من ورا الشعر عم ناكل خبز؟ حاسيها حاسيها. شو بدنا؟ افتحي الباب. يسلموا. بدك شيء؟ سلامتك. ايه منيح. شو رايك بشعري؟ مو ناعم؟ فعلا ناعم. اكيد عم تستخدمي شي شامبو كويس؟ لكان انا بستخدم شامبو اجنبي ما في منه. وشو رايك بالبارفان اللي انا حاطته؟ بس خليني شم. مو بطال كويس. لك هذا هديه منك. مني انا؟ شو نسيت؟ هاي القنينه اللي انت جبتها معك من فرنسا واعطيتني اياها، وانا حطيت منها اليوم بمناسبه عرسنا. عرسنا؟ ايه عرسنا. يا سماء، مين جاب سيرة عرسنا هلا؟ لك مو انت اليوم الصبح حكيت مع امي وقلت لها انك موافق تحدد موعد العرس؟ انا؟ امتى؟ اليوم الصبح. شو نسيت؟ اليوم الصبح؟ ما بتذكر هيك شيء ابدا ابدا. ما بتتذكر؟ ما حق علي انا. لا اجى لعندي ولا طلب مني حدد موعد للزواج ابدا ابدا، كل القصه انه قومني من الصبح بكير من نومي وطلبني لعنده على المعمل، وطلب مني وترجاني ترجي شوي ثاني حيفوز ايدي مشان اقول انه كان نايم عندي بالبيت امبارح. طلب منك انك تقول انه كان نايم عندك بالبيت؟ اي نعم ايوه، بس انا ما رضيت معه بالبدايه، قلت لحالي ليكون صاير له بعقله شيء السيد ربيع، يعني متخيل حاله شخصيتين، واحد بده ينام عندي بالبيت وواحد بده ينام ببيته. شفت اذا وافقت على طلبه تزعلوا مني وتفكروني مجنون. بعدين قلت لحالي هدول عم يعملوا علي ملعوب، انه يعني بيطالعوني مجنون وانه بتخيل شغلات يعني ما موجوده اصلا، ما بتحصل بالواقع، ومنشان يفركشوا زواجي من سناء. بس لما السيد ربيع سكر التليفون بوشي فكرت وقلت لحالي لازم السيد ربيع ما يزعل، مشانك مشان سناء. سناء! سناء! لك يا سناء! سناء! ابوك امبارح كان نايم برات الليل، لك مو بس هيك، كان عم يعلم عدنان انه يكذب الغبط عليه! ايه نعم، ايه نعم هذا الكلام. لك انت انسان نبيل ومخلص وصادق، حددت العرس انت ما بيناسبك، لك هلا مو وقت عرسك، انا بدي اعمل ربيع الليلة عرس السلطة، ربيع العرس!
مرحبا يا ست دنورة. عدنان بيك لسه ما جاء؟ ما جاء. دخيل عينك بس يصال، خليه يحكي مع ضروري. سامعة؟ اوعي تنسي. ها، مع السلامة. شو رأيك هلأ شو الحل؟ أنا خطر ببالي إنه ما نخلي أبوك يعرف إنه نحن عرفنا بشي. أنا ما عم بحكي عن أبي، عم بحكي عن عدنان. هلأ اتركيني من عدنان وخليني مشكلة أبوك. أبي مو مشكلة، أكيد قصد يعمل هيك مشان أنت تصيري تغاري عليه، بعدين ما رح يجيب باله إنه عدنان رح يجي لهون يخبرنا. يا ترى وين كان نايم امبارح؟ لك وين بده يكون نايم يعني؟ يا عن شي رفيق من رفقاته، يا بشي أوتيل من الأوتيلات. بعدين أمي أنت عاطية لموضوع أهمية زيادة عن اللزوم. أبي وصل لسن ممكن يعمل شي من اللي بباله. لك الرجال بتضل نفسه خضرة حتى لو وصل على حفة قبره. الو عدنان، لك وينك يا رجل؟ مين؟ السيد ربيع؟ من الصبح وانا عم حاول احكي معك. خير خير، شو في؟ اسمع عدنان، انا ممنونة كتير وما بعرف كيف بدي اشكرك، وما رح انسى لك المعروف طول حياتي. معروف؟ اي معروف؟ عن شو عم تحكي؟ شوف، انا ام سناء حكت معي الصبح وبلغتني انك وافقت على طلبي، وبالمناسبة هي فهمت انك وافقت على تحديد موعد العرس. لا لا، مو هيك قصدي، لا ابدا. يا سيد ربيع، أنا رحت لعندكم على البيت وشرحت لها لأم سناء كل شيء. كل شيء كل شيء؟ لك إيه كل شيء، وبالتفصيل الممل. حتى أم سناء عرفت إنك كنت. إيه خلاص خلاص، الله لا يعطيك عافية، بس الحق مو عليك، الحق علي أنا. هلا ما هي لك إيه؟ عادتك لحظة. ألو. ألو نعم. أهلا أهلا يا أهلا ربيع بيك. بتعرف إني عم فكر أحكي معك؟ لا لا، إن شاء الله ما في لك كل خير. بس تعرف أنت، نحن معتبرينك معظم الرقبة تبع النادي. لك بس هيك يعني، صرنا زمان ما تباركنا بتبرعاتك. طبعا أنت بتعرف عنا بطولة خارجية وعنا مباراة الكأس مع الزهور. لك إيه بعد كم يوم. يا سيدي انت قد ودود. تشكر تشكر يا ربيع بيك تشكر. بعرف بعرف انك ما بتقصر. طيب طيب، انا بانتظاركم. بتشرف امتى ما بتريد. لا لا لا، ما عندي حدا. مع السلامه ربيع بيك، الله معك. ربيع بيك جاي لهون؟ اي نعم جاي، وجايب معه مبلغ التبرع للنادي. انبسط، هاي حلت مشكلتك. معلش كابتن لا تزعل مني، بس مثل ما بتعرف انا ما عندي موغد تاني جيب منه مصاري غير الطابه. اسمع هلا، انت بتروح ولا تخبر حدا باللي سمعته، وحصتك بتوصلك. طيب انا رايح، بدك شيء؟ مثل ما فهمتك لا تجيب سيره لحدا حتى لسالم مردي، هذا ما بيشبع. لك لهلا عم بيطالبني بحصته من الهدايا بفوزنا بالدوري. لك ما قصرت معه انا. لك انا ليش عم بلتو يعجن؟ شو بيعرفني، انت بتعرفه اكثر مني. يا لطيف الانسان شو طماع. معلم تاكد انه ما حدا رح يعرف مني شيء عن الموضوع. بس في طلب عندي في هذا اللاعب صبحي، صبحي ما غيره. هداك اليوم كبر راس معي قدام الفريق كله، بدي اياك تشيله من التشكيله بالمباراه الجاي. كبر راس معك؟ ايه. معك انت؟ معي كبر. ايه ما فشار؟ انت طفلنا المدلل، طفلنا المدلل بالنادي، وما بصير اللي بدك اياه. من بكره راح يكون مشطوب من التشكيله الاساسيه وموجود على الاحتياط. تكرم عينك. شكرا. مع السلامه. خاطرك. اهلين وسهلين. كبر معه قال. ايه بسيطه. الو؟ وينو ربيع؟ طلع؟ ما بتعرفي لوين؟ بالضبط ما بعرف، بس من شوي كان عم يحكي مع رئيس النادي حلمي بيك، ويمكن يكون رحلة عنده. بقى هي هي كل القصة. ما ادري بدي اياه منك. يعني بدك ياني ستر عنك ربيع بيك؟ لك والله ما في منك انت. حاضر على عيوني. عن اذنك ربيع بيك. ايه
الو نعم. اهلين مدام. اهلا وسهلا. ربيع بيك؟ لا لا، ايه كان عندي امبارح المساء، يعني نام عندي واليوم الصبح راح. ايه على راسي. حاضر مدام، مع السلامة. على راسي. سناء، عجبك؟ ابوك كان نايم عند حلمي نواصة. شفتي امي، كنتي رح تسيئي الظن بابي، ما قلت لك بكون نايم عند حدا من رفقاته؟ لكن ليش حلمي نكر انه حكى معه؟ مع انه السكرتيرة قالت لي انه حكى معه راح لعنده. اوه يا امي يا حبيبتي، السكرتيرة مو عرفاني الله وين حاططها. لكن ليش طلب من عدنان انه يقول كان نايم عنده؟ بجوز لحتى ما ينحرج انه يعني نايم عند حدا غريب يعني. كل هالشغلة ما فاتت مخي، طيب شو اعمل انا؟ ماهر بتودي هذا الكابتن سليم وبترجع لعندي بسرعة. حاضر. ايه ربيع بيك، شلوني معان؟ لك ما في منك انت. بس تعرف انا بحياتي ما كذبت ولا بحب الكذب ولا ببيع ضميري، بس كرمالك بهون كل شيء. ربيع بيك اللي نشوف وين كنت؟ كابتن شلون شايف لعبي؟ شلون صار؟ فيري جود يا اوف كورس. انت مستر عدنان، انت مستقبل فوتبول فيري فيري جود. جاد يسمع منك، الله يسمع منك يا كابتن. ان شاء الله انا ما انزح، انا احكي عن جد. شو كمان جايبين عدنان يتدرب عنا هون؟ وين مشكله؟ انتو فريق ما عم بيجي يساوي التمارين، عدنان بده يساوي تمارين تدريبات مشان يصير لايب فوتبول، ليش لا؟ عفوا كابتن حلمي، نحن اذا في ازعاج بنبطل نجي. لا لا لا، انت اهلا وسهلا فيك، بس تومسون خلص بح فينيش. نوت فينيش، انا هون ترينر، انا مدرب بنادي. لا حبيبي لا، هذا كان زمان، هلا خلص، مع السلامة على المغازيل. لا انا عامل عقد، توقيع عقد. ايه بس انت اخليت بالعقد بالكونتراتو. نو نو نو، انا كل يوم بيجي هون على ملعب بالضبط، بس لاعبين بتاع انت ما بيجي. يا اخ تومسون قلنا لك الف مره هذا مو شغلك، مو شغلك يا اخي. بعدين نحن مو مشان هيك فسخنا العقد، مزبوط كابتن؟ مزبوط. وات عيب عيب عليك يا مدام تشكي بجوزك، انا طول عمري دغري. خلص ربيع تفضل سيري، غلطنا منك السماء. غلطتي؟ يعني وصلني حقي؟ انا يا مدام بتشكي فيي وباخلاصي بعد طول هالعمر؟ بابا حبيبي خلص بقى، هي ماما عم تحكي. انت ولا كلمه، اصلا واصله معي لهون من خطيبك. خطيبك اليوم كبر بنظري. الى انه كان رح يخلق مشكله وانت بتحبي المشاكل. خلص ربيع، الك علي بعد اليوم ما اغلط معك. لنشوف. بابا حبيبي، ومشكلة عدنان ما بدك تحلها، ماما اليوم قالت لي خذ راحتك وانا بخاف يطنش على موعد العرس. معلش هلا بروح لبيت الفاكهاني وبحاول لطف الجو. بعدين في عندي مهمة تانية. وقف وقف، خذني معك. لك شو قعدك معي؟ نسيتي اللي صار بينك وبين دنورة خانم؟ بعدين بخاف تحرقي الطبخة، الرجال تأمل فينا. أنا رجال؟ عبد الستار. ولا يهمك كابتن، شغلة فاضية. نو مستر عدنان، في مشكلة، أنا ما معه مصاري مسار تكت طيارة. طيب كيف بده يرجع على البلد تبعنا انا؟
اوف اخ ليش يا مستر تومسون لحتى ترجع على بلد تبعكم؟ يعني خليك أنا هون، بعدين مين بده يدرب أدنان تبعنا إذا أنتوا سافرتوا لتبعكم بلدكم؟ يعني عمتي أنت مبسوطة لأني أنا عم بلعب طابة؟ طبعاً يا عمتي، أنا حسيت إنه كل شي فيك عم يتحسن على إيدين تومسون. وأنت صادقة بعد حادثة الجورة ولي تنذكر وما تنعاد. أوف أوف خلصونا أنت وياه من هالموضوع. مستر تومسون، هذا موضوع السفر إيمو من بالك، خليك هون وبتدرب لي ابن أخي عدنان، هذا ضوي. وبعدين لكن لك فكرة، نحن مندفع لك مثل ما كانوا يعطوك بالنادي وفوق نحبة مسك. وين بده ينام؟ ما عندنا غرف فاضية، ولا تستأجري له بيت كمان؟ هلا المنامة مو مشكلة. بينام عنا بالمزرعة مع الناطور. ما بياكل لك الناطور. ايه علينا خلاص، نحن في عنا سيارة وديع بيجيب له وجبات كل يوم. لك اخطي على القلب. خلاص لك هم اتفقنا مستر تومسون. اوكي يا اوكي باي باي. استاذ حسيب، يعني هريتني فواكه بالمناسبة، يعني وين المدام بدنا ناكل؟ راح اهريك كبسة كمان استاذ جود. جود كبسة وانا راح اكبسك اللحن. ما عطيته لنعيم حمدي، دفعني هذاك المبلغ ما عطيته اياه. اسمع تفضل استاذ. خليك معنا. معك نهوندها. ربيع بيك، انا قلبي عم ينزني كثير. لك شو اول مره بتخطف فيها؟ ثواني وراجع لك بتشوف واحد صاحبي. لك ما منتاخر على البيت فاكهاني؟ لا ما منتاخر، ليش مستعجل؟ لا حيتاكل الاكله. لك اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار. معقول ما حدا عم بيرد؟ ما في حدا من اهلك هون؟ لا ما في حدا. طيب بسي وعيكي وروحي لعندهم. ليش ما رح تنام هون اليوم؟ لا اليوم ما زبطت الخناقه، اجليها لغير يوم، اليوم عندي شغل. لو خبرتني مالك جاي كنت قلت لاهلي يجي يناموا عندي. لا حبيبتي لا، منيح اني ما جبتيهم. اذا بتروحي انت لعندهم بيكون احسن، وبتاخذي معك اكل، شاي، زيتون، كولا، لبنه، زبده. ايه خليهم يشبعوا. ربيع ليش هيك عم تحكي؟ بدنا نتجوز علي، بدنا نعمل بيت جديد، شبعنا زيوبي غيري وصغر شبعنا زيوبي. عبيد جوزتك يا عبورة صار لك كذا يوم المسا بتساوي شعراتك، ولك حدا بيساوي شعره قبل ما ينام؟ ما بعرف عمتي، ما بعرف. هيك هيك هيك. طيب يلا انزلي ساوي لنا لقمه اكل مشان تومسون، اكيد لساته على لحم بطنه. يلا تقريني عمتي ضروري العشاء، يعني ما بيتأجر؟ لا ما بيتأجر. يلا بسرعه لشوف بسرعه عبورة. شو هالبنات المايعات هدول؟ اسمر يا اسمراني مين نسك عليا لو ترضى واني وتدرب اللي فيا بتزيد عذابي ليه الزين وراني ليه بس ليه قولي ليه يا مسمسم. خذي هدول خليهم معك. بدك شيء؟ سلامتك ربيع، وصلني بطريقك. ما بقدر، عم استتار تحت عم يستناني بالسيارة. تأخرت معلم. شوف عبد الستار، كلمة تانية بطل روح معك. لا 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 ولا كلمة. اطلع تفضل.
يا اهلا وسهلا. شرفتوا. يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. شرفوا. اهلين مدام. انسه لو سمحت. عفوا. هذا من المؤاخذة. الحقيقة عدنان لساته بالحمام، عم ياخذ حمامه ويمكن تأخر شوي. لا تأخذونا. ناديله أختي، شو رأيك ناديله؟ نبيل، روح ناديله أوان، استعجله، قول له في عندك ضيوف أوان. عن إذنكم، يا ميت أهلا وسهلا. إذنك معك، الله معك. يا أهلا وسهلا، شرفتوا والله، يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إي والله. من ايدين من عدمها يا عروس. اسلم روح. يسلم بدياتك، يسلم بدياتك. عم تصير؟ ما بحب عليها وش. اهلا وسهلا، الحقيقة شرفتوا. يا اهلا وسهلا فيكم. نعم. بصراحة أخي الكريم. نعم. نحن جايين وطالبين القرب. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يعني الحقيقة نحن طالبين إيد كريمتكم عبير لمعاونة السيد عبد الستار. أهلين وسهلين. شو رأيك أخي الكريم؟ شو رأيك يا آنسة؟ مدام، شو أختي؟ شو رأيك؟ شو رأيك أختي؟ قل لهم إيه؟ شو صار بالغنية يا أستاذ؟ جاهزة، مثل ما بدكم، جاهزة تماماً، بس معلش لا تأخذوا بالكلمة. أنتوا قلتوا لي اكتب غنية وبس، يعني ما اتفقنا على التفاصيل. تفاصيل شو يا استاذ؟ الغنية بمناسبة فوز فريقنا بالكأس. لك يا حبيبي على عيني وراسي، مو هذا قصدي. يعني قصدي انه ما اتفقنا قد ايه بدكم تدفعوا، مين بده يغنيها؟ مين بده يلحنها؟ سيدي أول وحدة بنتفاهم عليها، أما مين بده يغنيها؟ مين بده يلحنها؟ ايش بتفرق معك أنت يا أستاذ؟ لا سيدي بتفرق، بتفرق كثير. لأنه مثلا بده يغنيها مطرب معروف ولا مغمور، مطربة ولا مطرب، مطربة حلوة ولا بشعة. يعني إذا كانت مطربة حلوة معناتها الغنية رح تنعرض كل يوم على التلفزيون وراح تنشهر، وراح انشهر انا معه. مزبوط مزبوط. يعني وقت الواحد بضحي، غير هيك لا اخي. وحيات عينك، ما بصير الا مثل ما بدك، واللي طلبته بتاخده. لا معلش معلش حسين، اللي قولته شرط اخر تمور. اسمع اخي، اللي بيحترق الحليب بده يضطر ينفخ على اللبن. لكان شرب شاي شرب. هذا عبد الستار ما بيناسبنا منوب منوب منوب. لا تطلعي انه انا قلت لهم خلوني افكر بالموضوع، انا من باب المجامله فقط لا غير ولا باقة. بس يا عمتي انا عندي ولا كلمه. خلص ما بيناسبك يعني ما بيناسبك، انا بعرف مصلحتك اكثر مني. طيب عمتي خلص ما بيناسبني، بس يعني ممكن تقولي لي ليش ما انك موافقه عليه؟ لك شلون ليش؟ شلون؟ مو معروف قرعه بيو منين؟ بعدين لا تنسي يا عبوره، لا تنسي انك فكهانيه. ولو تقدم لي يعني انا بصراحة ما كنت قلت لا، بس انا لا تسأليني ليش، لانه انا ولادي ما بيحملوا اسم العيلة، ما بيطلعوا فاكهانية يعني. شوت. لا حبيبتي خلصيني بدي امشي. ما بدك تجي على الغداء؟ بحاول لشوف. شو بتحب تطبخ لك؟ طبخي يلي بدك اياه. قعد شوي تاني. قلت لك عندي شغل بالمعمل. وينه معونك عبد الستار؟ عبد الستار اخذ اجازة. تكرم عينك، رح أبقى شوي تاني. تفضلي. مالك قليلي يا سمر، بس ما بقدر قاوم. يلا بالإذن. أقعد كمان شوي. وليش بدي أقعد؟ طالما عمتك رفضتني وأنت مالك موافقة معها. أنت ليه هيك مستعجل؟ يمكن ترجع وتغير رأيها بعدين. عبير أنا لأنت بدي أنطر؟ أنا قلت لك إنه أنا بحبك وما بقدر أستغني عنك. المشكلة إنه هيك قرار ما فيني آخذه لوحدي. طيب ليش؟ ما بعرف. انت طول بالك، انا رح احكي مع عمي وديع يحاول يقنعها. عمي مو فاكهاني متعصب. بس القرار بايد عمتك يا خانو، ولسبب انا مالي ذنب فيه. شو؟ البني ادم مو هو اللي بيختار عيلته يا انسه. زعلت؟ يعني ما بقى ارجع اشوفك؟
بتصور ما عاد في داعي. خايفة أم سناء تضل لطيفة معك وتصير تحبها أكثر مني. لا يا سمر لا، أنا لا يمكن حب حدا أكثر منك، بس بشرط ما تصير مثل أم سناءها. شلون؟ يعني مو كل ما أجي لعند منك توجعي لي راسي بالناء. خذي هدول تنزلي على السوق تشتري تياب. أنا هلا رايح على المكتب والظهر برجع لعندك. بما انه نحن هلا لوحدنا بدي اطلب منك شغله، او بالاحرى بدي كلفك بمهمه خاصه جدا جدا جدا. انا من ايدك هي تايدك هي، بس امري. ما يمر عليك ظالم اخي، بس بدي منك هيك يعني تساعدني مشان نقيم من بالها العبوره هذا العريس الغليظ اللي انا ماني طايقته منه وبيقطع عمره ما غلظه. ولا اللي سامعك، بس شلون؟ شو بعرفني شلون؟ يعني لو بعرف كنت سألتك إلك. فكر معي تقبرني، فكر معي. تقبري أعدائك. وجدتها يا أختي وجدتها. عن جد شو هي اللي وجدتها؟ عن طريق الأعشاب. الأعشاب كمان بتزبط؟ لك بتزبط، شلون ما بتزبط؟ أنا مستعد ساوي لك خلطة بتقرف تقريف. ولي؟ بتقرب؟ قصدي إذا شرب الواحد عويق مو بس بيقرف حاله، بيقرف مليون حاله. طيب هي مفعولة سريع ولا بطيء؟ بصراحة أنا ما جربتها، بس أكيد أكيد مفعولة سريع سريع جدا. طيب شو عم تستنى؟ روح جربها يلا بسرعة خلطها. لعيونك. أنا على الحكي زلعت نفسي، قلبت مصاريني، بقى كيف على الفهم؟ رجالك عمرك 15 سنة، يعني بتصير مراهق. ايه بس يا فريد وسناء. لك اخي اتركنا من سناء هلا. هلا انت ما بدك تصير محبوب من قبل الجميع؟ ايه بس شلون؟ اسمع يا سيدي، عادة الاغنياء والمشاهير رجال المجتمع المخملي، ولحتى تصير منهم حضرتك لازم تكون حبيب. شلون يعني؟ يعني تحب وتنحب. صح؟ اي مزبوط. على فكرة عدنان، ما في لاعب مشهور إلا إله كذا صديقة. فعلا فعلا فريد عم تحكي مزبوط. إيه إذا هيك ما عندي مانع أبدا. جرسون. يا هيام يا هيام، أنا ما عم بتهرب من الزواج، ما عم بتهرب. المشكلة بالسكن. أنا كنت مخطط إن نسكن بالمزرعة، وقامت أختي دنورة سكنت تومسون بعد ما قلعوه من النادي، نادي الحنطة، لأنه كان عم يدرب عدنان. يعني أنا ببقى هيك لا معلقة ولا مطلقة؟ بعدين أمي صارت تضايق من علاقتنا مع بعض. طيب عندي حل تاني، شو رأيك؟ قول. منتزوج وبنسكن عند أمي وبصير أنا بطلطل عليكم، شو رأيك؟ بدك تتجوزني بالسر؟ مو هذا قصدي يا هيام، بس العيلة لا يمكن يوافقوا على زواجنا. ليش؟ لأني أرملة؟ مو هيك القصة يا ستي، رح أحكي لك تاريخ عائلتنا وتركيبتها. هات لشوف. شو دكتور فريد، تأخرت ما هيك؟ مزبوط، عاد حنان معروف عنها دقتها بالمواعيد. غريبة هالمرة. ليكا ليكا إجت. هلو هلو، أهلا وسهلا، نورتي المكان. أهلا وسهلا. آسف
اهلا اهلا تفضلوا تفضلوا اهلا وسهلا تفضلوا ما تاخذ مني يا جماعه انا اسفه على التاخير تاخرت 5 دقائق حقيقه بشغل بلبس سيارتي على الطريق مثل ما توقعت شو قلت لك انا على فكره بعرفك على صديق الطفوله اعز الاصدقاء من الطفوله حتى الان الاستاذ عدنان فكاني خريج فرنسا تشرفت سيد عدنان اهلا الحقيقة بيتهيألي شفتها الوش قبل هالمرة الآنسة حنان غصن البان من أرق وأجمل هاي الفتيات كلها بهالبلد يا أهلا وسهلا لو بدي أتجوز هيك عريس شاشوخ كنت اتجوزت من زمان بس أنا ضحيت كرمال اسم العيني طيب ضيافتك لا شكرا بتريدوا شي تاني؟ لا سلامتي انا العزت طالعة نام شفتي شلون اخذت على خاطرة لازم تحكي بهذا الموضوع وتهزي لبدنا يعني شو يعني شبكون شو صاير لكم لك شو نسيتوا احترام العيلة لا مو هيك قصدي بس يعني لك يعني شو البنت مو معودة على هيك شرشحة شبك وديع ماشي الحال مثل ما بدكم تساووا نسيت لك اليوم وقفوني الشرطه بالسياره وكانوا بدهم يصادروها اخ ليش بقى؟ قال ناقصه اوراق مو مرسمه لازم جيبوا ورقه من اللاذقيه حتى اكمل ترسيمها يا وديع شو مستنين؟ شو مستنين؟ هي الشغله بدك 4 ايام بتعرفي هالشيء؟ ايه شو عليه؟ 3-4 ايام وتومسو مين بده ياخذ له اكل ويجيبه؟ ايه بلاها الروحه ضل هون اف اخ شو بلاها انت التامي بالسياره بيصادروها شو اعمل؟ لا لا خلص ماشي الحال بس اسمع 3-4 ايام وبس وحاول قبل كمان موت مهيصه لا طبعا بكره الصبح ان شاء الله بكون باللاذقية يلا تصبحي على خير بدك شيء؟ لا ما بدي انت من صحي له يعني هيك شغلات هيك وهيك بس احيانا له مواقف ظريفه تمام انا اسف يا جماعه تاخرت واعد مرتي بالطريق ونسيان هلا بكون جن جنانها وانا كمان عن اذنكم شو عن اذنكم انت شو دخلك اذا انا واعد مرتي انت شو وراك عود انت خليك مع حنان يلا بالاذن انسي حنان باي عدنان نشوفك بعدين يلا باي 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 اهلا اهلا انسه حنان الحقيقه يا انسه حنان انا سعيد جدا جدا بمعرفتك وانا كمان الحقيقه انت يا سيد عدنان شاب مثقف وفهمان لطيف والله هذا من لطفك سالم مين سالم سيدي على عيونكم كيفك اهلا استاذ سالم اهلا انت هون كيفك عدنان شو هالصدفه الحلوه هي شو طلعتوا بتعرفوا بعض ولو عدنان صديقي من زمان كثير الشرف ممكن اعرف معك تفضل صرنا زمان ما شفناك انا عم احكي معك باستمرار ليش ما عم يقولوا لك بالبيت يا كابتن الحقيقة أنا بهنيك على صديقك شاب كتير ظريف وما في منه أبداً تسلمي هذا من لطفك يا أنسة حنان عن إذنكم شوية بدي أحكي تليفون تفضلي عفواً أنسة شو فيك صار لكم زمان بتعرفوا بعض إيه ماشي أهلاً أهلاً أستاذ عدناني هلا أسألك سؤال كابتن سالم صاركم زمان بتعرفوا بعض؟ لا هلا تعرفت عليها وبس
شطة شطة.